اهلا بيكو. احنا بنكمل محاضرتنا اللي بنتكلم فيها مع بعض عن الكيوريشن. وفي الكيوريشن انا الاول اتكلمت معاكو عن ازاي تعمل سكراب بوك، ويمكن وجهت نظركو لبنترست، وقلت في النص كده عن حاجة اسمها جوجل كيب، اتس ا فيري نايس ابلكيشن. وبعدين اتكلمنا على ازاي نجيب ارتكلز، وازاي نعملها سيفنج عندنا، وازاي نعملها بيننج دلوقتي. وبعدين اتكلمنا عن سلايد شير، سوري نسيت، اتكلمنا عن سلايد شير وقضينا معاه شويه وقت، وشفنا الويب سايت بتاعه وازاي بيشتغل وازاي تقدر تنزل من عليه حاجات. دلوقتي عايزين نتكلم مع بعض عن الفيديوز وازاي نعرف نجيبها. طبعا الفيديوز ما اعتقدش ان انا محتاج اعرفكم كتير عنهم، انت اوريدي بتتفرج دلوقتي على فيديو على الانترنت، من خلاله بتحاول تتعلم حاجه جديده او تتعرف على معلومات مختلفه. الفيديوز فعلا من الحاجات القيمه جدا، بتدينا فكره كويسه، وكمية الفيديوز الكتيرة اللي موجودة بتخلي من السهولة انك تلاقي اللي انت عاوزه، وممكن كمان لو دورت كويس تبتدي تلاقي حاجات احسن من حاجات، فتاخد الاحسن وتسيب الاقل جودة. كاوديو فيجوال كونتنت انت ممكن تستخدمها دايركتلي في المحاضرة بتاعتك، سواء انت بتعمل محاضرة اونلاين او بتعملها لايف، وبالتالي الفيديو كاوديو فيجوال كونتنت از كويت يوسفل في الاتجاه ده. من الناحية التانية الفيديو كمان معلومة ليك، انت تقدر تتعلم بسرعة من الفيديوز لو انت من النوع الاوديو فيجوال. بالنسبة لك ان انت تتعلم من واحد بيتكلم معاك قد يكون اسهل لك بكتير من ان انت تتعلم من واحد كاتب لك ارتكل او كاتب كتاب. وفي الحالتين وفي كل الاحوال احنا بنحاول نستخدم كل الوسائل الممكنة عشان نتعلم، من القراية، من الفيديوز، من السلايدز، من المحاضرات اللي زي دي، علشان نزود معرفتنا بشكل دائم. المهم ان انت برضو الفيديو زي السلايدز الى حد ما، في انها ممكن تديك نقط تتكلم عنها. يعني انت اتفرجت مثلا دلوقتي بتتفرج معايا على محاضرة بتتكلم عن موضوع الكيوريشن. طيب لو انت حبيت تعرف الناس عن الكيوريشن وانت ما عملتش محاضرة بالشكل ده قبل كده، بتعمل ايه؟ تروح وتفتح محاضرة او تتفرج على حد. وبالمناسبة دي في على الكلاس روم اللي انتوا بتتفرجوا من خلالها على الفيديو ده، هتلاقي على الكلاس روم برضو ان شاء الله فيديو من تيد توك بيتكلم عن الكونتنت كيوريش. المهم ان برضو الافكار دي ممكن تستفيد بيها في الترتيب، وفي ايه اللي تتكلم فيه وايه اللي ما تتكلمش فيه. من المصادر طبعا عندك يوتيوب. يوتيوب مليانة فيديوهات، وده طبعا ما تنساش التحذير الدائم ان مادام مليانة فيديوهات واي حد يقدر يرفع فيديو، يبقى ليس بالضرورة ان اغلب الفيديوز دي هيكون كويس، بالعكس ده اغلب الفيديوز دي ممكن ما يبقاش مفيد ليك، فانت محتاج تنقي. صحيح ان في كونتنت قيم جدا 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 جدا، بصراحة لازم نعترف بكده، في قيم جدا جدا، ويمكن لو دورت شوية هتلاقي فيديوهات عن الماتيريال اللي انا بتكلم عنها دي احسن بكتير من اللي انا بقوله. فانت بتدور على احسن حاجة موجودة عشان تستخدمها مع الطلبة بتوعك او المتدربين بتوعك. من الويب سايتس برضو اللي بنلاقي عليها فيديوز كويسة حاجة اسمها تيد اد. اوكي، تيد اد ويب سايت عاملاها تيدكس، وتيدكس مؤسسة محترمة بتعمل حاجات قيمة جدا. انا احب ان انت تتابعها وتشوف بتعمل ايه من خلال يوتيوب او من خلال الويب سايت بتاعهم، واللي موجود هنا موجود هنا باي ذا واي، فمن اي الاتجاهات تحب تشوف ابقى اتفرج. المهم برضو الفيديو لو عايز تعمله داونلود فانت تقدر تعمله داونلود لو منزل ابلكيشن اسمها ريل بلاير. اغلبنا يعرف الريل بلاير، واللي ما يعرفوش هي ابلكيشن جميله جدا، بتنزل فيديوهات على فورمات معين وليها مميزاتها. قد لا يكون ان احنا بنستخدمها اغلب المرات واحنا بنتفرج على الفيديوز، بس في اي حال انت وانس نزلت
الريل بلاير عندك وعملت له سيت اب، بينزل لك حاجه على البراوزر بتاعك تقدر من خلالها تلاقي انه يقول لك انت عايز داونلود الفيديو ده ولا لا، واذا ما كانش ما نزلتش او ما شافوش بتقدر تكوبي اللينك بتاعه الفيديو وبيستت هنا في الجزء ده بتاع الداونلود ينزل لك الفيديو. يا ريت لو تحاول تجربها، يا ريت لو تجري وراها حبه، لان it is really 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 useful. على الجانب الاخر الحقيقه في طبعا ابلكيشنز كتيره تانية بتنزل الفيديوهات بتاعت يوتيوب، ولو عملت سيرش على داونلودنج يوتيوب فيديوز هتلاقي ابلكيشنز كتيره، منها اللي بينزل على البي سي، منها اللي بينزل على الابل، ومنها اللي بينزل على اللينوكس، وايفن حتى على الاندرويد بالنسبه للتابلت والتليفون انت برضو ممكن تلاقيها كويس. بس من ضمن الحاجات برضو، طب وليه ننزل لما ممكن احطها في السكراب بوك بتاعي؟ فانت ممكن تعمل بيننج للفيديو على السكراب بوك بتاعك، زي انا حطيت لكم بالمناسبه، حطيت لكم سكراب بوك انا عامله على بينترست، كنت بلمي فيه ماتيريال عشان الكورس ده، فممكن تلاقي فيه حاجات انا استخدمتها وحاجات انا ما استخدمتهاش، بس الحاجات اللي لفتت نظري او عجبتني حطيتها على طول على السكراب بوك ده. اخر حاجة انك ممكن بتاخد الفيديوز وتعمل لها امبيدنج، زي ما اتكلمنا على الامبيدنج المرة اللي فاتت في سلايد شير، انت ممكن تامبيد الفيديوز برضو في ما يسمى بالستوري بورد بتاعتك. ايه الستوري بورد ده؟ موضوع هنتكلم عليه قدام، هنتكلم عليه مع بعض ان شاء الله، ودي حاجة مهمة جدا ارجو انك بقى تلعب بيها كويس بعد كده. احنا لسه بنبني الاليمنتس، اصبروا معايا، احنا هنوصل باذن الله لنقطة انت هتبقى ساتسفايد باللي انت بتعمله، احنا لسه بنجمع الاليمنتس مع بعضها. بعد ما شفنا الفيديوز هنروح مع بعض وان شاء الله نتكلم في الفيديو الجاي على ازاي نستخدم الموكس، وايه هي الموكس بسرعة، علشان الموكس دي الحقيقة واحدة من الذخائر اللي فعلا هتفيدنا كمعلمين وكمدربين، ممكن نستفيد حاجات كتيرة 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 جدا من الموكس في شغلنا، وبعضكم في الغالب اتعامل معها. عموما ده اللي كنت عايز اقوله عن الفيديوز. في الفيديو الجاي هنتكلم عن الموكس ان شاء الله، وتابع بقية الماتيريال ارجو انها تحس انها قيمة. اشوفكم على خير ان شاء الله.